ويمر حادث خطير من نوع منع الصحفيين من حضور جمع عام لنادي الفتح الرياضي الرباطي، كما لو أنه أقل بكثير من حادثة سير بدون خسائر وقعت في شارع بن خلدون الذي يقيد عليه النادي، علما أن رئيس هذا النادي ليس سوى رئيس جامعة أندية كرة القدم والمدير العام لمكتب الكهرباء والماء الشرعي. إن قضايا الوصول الحق في الوصول إلى المعلومة ليست وقائع وممارسات هنا وهناك، إنما هي مرتبطة بالثقافة، ثقافة الشفافية والديمقراطية، وبعد ذلك تأتي السياسات التي ينبغي أن تنتقل بهذه الثقافة إلى مستوى الترسيخ على أرض الواقع.